دلوقتي هنروح لدينا شرف عشان تطمننا أكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد، فعلا تعالوا مع بعض ناخدكم جولة في أحوال الطقس بس بالتفصيل. النهاردة هيكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. هيكون دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ولكن هيكون شديد البرودة بالليل على كافة الأنحاء. هيكون في كمان شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. علشان كده بنرجو من كل قائدي السيارات توخي الحذر خلال طبعا وجودهم على الطرق السريعة والزراعية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 20-11، مطروح 19-10، سيوة 21-10، بورسعيد 20-11، دمياط 19-10، الإسماعيلية 21-10، السويس 21-11، العريشة 20-10، وطابة 21-12، كاترين 18-0، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14، الفيوم 20-9، بني سويف 20-8، المنيا 20-7، أسيوط 20-7، سوهاج 20-7، قنا 23-9، الأقصر 25-9، أسوان 26-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 21-13. حبينا نطمن حضراتكم على أحوال الطقس بالتفصيل. هنرجع مرة تانية لمحمد وجومان علشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. بنشكرك دينا. شكرا لي.